رزقني الله بثلاث بنات ثم توفينا وهن صغار، ولكني لم أعق عنهن، وقد سمعت أن شفاعة الأطفال مقرونة في العقيقة، هل يصح أن أعق عنهن بعد وفاتهن؟ وهل أجمع العقيقة في ذبيحة واحدة أم لكل واحدة ذبيحة منفردة؟ العقيقة عن المولود سنة مؤكدة، والقول بها هو قول جمهور أهل العلم، ولكنها في حق الأولاد الأحياء لا إشكال فيها، لأنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما العقيقة عن الأولاد الأموات فلا يظهر لي أنها مشروعة، لأن العقيقة إنما تذبح فدية للمولود وتفاؤلا بسلامته ولطرد الشيطان عنه، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم في تحفة المولود في أحكام المولود، وهذه المعاني مفقودة في الأولاد الأموات. وأما ما أشار إليه السائل من أن للعقيقة تدخلا في الشفاعة، شفاعة المولود لأبيه إذا عق عنه، فهذا المعنى غير صحيح، وقد ضعفه ابن القيم رحمه الله، وذكر أن السر في العقيقة هو أولا أن فيها إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام حينما فدى إسماعيل، وثانيا أن فيها طردا للشيطان عن هذا المولود، وأن معنى الحديث كل غلام مرهون بعقيقته معناه أنه مرهون فكاكه من الشيطان، فإذا لم يعق عنه فإنه يبقى أسيرا للشيطان، فإذا عق عنه العقيقة الشرعية فإن ذلك بإذن الله يسب فكاكه من الشيطان. هذا معنى ما قرره ابن القيم. وعلى كل حال، إن أراد السائل أن يعق عن بناته واستحسن هذا الشيء فله ذلك، لكنني أنا يترجح عندي عدم المشروعية. بالنسبة للعقيقة في حق الحي، ما هو أفضل وقت لتأديتها؟ الأفضل يوم سابعه، هذا هو الأفضل المنصوص، وإن تأخرت عن ذلك فلا بأس بذلك، إنما لا حد لآخر وقت. نعم، لا حد لآخر وقتها، إلا أن بعض أهل العلم يقول إذا كبر المولود، بعض أهل العلم يرى أنه يفوت وقتها فلا يرى العقيقة عن الكبير، والجمهور على أنه لا مانع من ذلك حتى ولو كبر. نعم، بارك الله فيكم.